اليوم احنا هنا مع الشبيبة ديال الاتحاد الدستوري، المناضلين والمناضلات اللي هما هنا من اجل تأسيس مكتب الشبيبة المحلية ديال حزب الاتحاد الدستوري. كما تتشوفوا احنا جينا هنا للمواكبة باش نحضروا مع المناضلات والمناضلين ديالنا الشباب اللي قاموا بواحد العمل جبار في هذه الايام التي خلات، ومشكورين على هذا العمل ديالهم اللي بدعوا فيه وعملوا فيه وعملوا فيه بجد من اجل اخراج هذا البرنامج اللي كتشوفوه، من اجل اليوم انتخاب الكاتب المحلي ديال الشبيبه ديال الاتحاد الدستوري. خدموا خدمه الحقيقه اللي هي كانت عندهم لقاءات مكثفه وكانت عندهم لقاءات متواصله، واليوم ان شاء الله غيكونوا غيعلنوا على ذاك الكاتب او الكاتبه المولود الجديد. حنا جد فخورين معهم كمتتبعين، وحنا اليوم هنا حاضرين باش نواكبوهم وباش نهنئوا اللي غيطلع في واحد الجو اللي هو ديمقراطي، في واحد الجو اللي هو كما هذا حزب الاتحاد الدستوري في اللقاءات ديالو كيكونوا. نتمنى لهم التوفيق، وبالتالي اللي غيطلع راه حنا مع الوليدات ديالنا ومع المناضلين والمناضلات ديالنا تنمدوا لهم يدينا. وكذلك لكم جزيل الشكر انتم الصحافه وشوف تي في وجميع الاخوه اللي هما حاضرين على المواكبه. هذا هو اللي تفرحنا فيه، ما تكون شي لقاء الا وتكونوا الاخوان مواكبين. لكم جزيل الشكر ولكل حضور جزيل الشكر، ونتمنى باش يدوز هذا الشيء في جو ديمقراطي ويعلنوا على الكاتب او الكاتبه اللي غيكونوا محليين. نطلبوا لهم بالتيسير وكندعوا معهم وشكرا. الحمد لله تم بنجاح هذا العرس الشبابي اللي من خلاله انتخبنا الاخت فاطمه زهره مساعد ككاتبه محليه للشبيبه الدستوريه بالقنيطره، وجات مزيانه اللي متزامنه مع عيد المراه، وهذا بحد ذاته اننا وضعنا الثقه فيها، فغادي نكونوا معها وكنقولوا لجميع الشباب انهم مرحبا بهم. شكرا على الحضور ديالكم، شرفتونا، وصراحه هذا راه تكليف ماشي تشريف، وكنتمنى نكون في حسن الظن ديال جميع الشباب اللي تقوا فيا وصوتوا عليا. وشكرا لكم بزاف.